نروح مع حضراتكم نكمل متابعتنا لجلسات الحوار الوطني، جلسات عديدة ونقاشات مثمرة في الحوار الوطني. عشان كده دلوقتي احنا معانا لقاء مع الدكتور صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كلنا اهتمام وشغف بالتعليم الفني، لان اي حد بيفكر في تنمية اقتصادية او صناعية لازم يتجه للتعليم الفني كبداية. احنا طرحنا عدد من التوصيات على وعدد من التحديات برضو على طاولة الحوار الوطني، منها ان ماذا بعد شهادة التعليم الفني، ايه هو المسار اللي بيمشي عليه خريج التعليم الفني، لان دي بتعتبر مشكلة كبيرة. ويمكن رصدنا ان بعض اوائل الجمهورية في التعليم الفني في شعب مهمة جدا زي الالكترونيات وزي الكهرباء بيتجهوا لمعاهد التعليم الفني الصحي بعد التخرج. فتخيل حد هو أشطر واحد على مستوى الجمهورية في شعبة زي الإلكترونيات، بدل ما يكمل المسار بتاعه في نفس الاتجاه، لا يتجه للتمريض أو ما شابه، فقط لأن ده ليه ضمانة للشغل، فقط لأن ده ليه تكليف من وزارة الصحة. فكان هنا هدفنا أن احنا لا لازم نعبر عن الناس دي، ولازم نقول أن احنا كده بنخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني. طرحنا في برضو في نفس الصدد أن إزاي ريادة الأعمال تكون على مائدة التعليم الفني، ويكون في مكون ريادة الأعمال في مختلف المدارس. أنا دلوقتي لو أنا بعرف أعمل مهارة معينة أو صنعة أو حرفة، إزاي أطور الحرفة دي وخليها تبقى مصدر دخل ليا، ويبقى هو ده خلاص. لو أنا مفيش في عيب أن أنا أكلف حد أو في نقص في الوظائف، خلاص ريادة الأعمال تقدر تغطي النقطة دي، وتقدر تعلم الطلبة إزاي من اللي بيدرسوه يقدروا يطلعوا مشاريع وتبقى مشاريع مبتكرة ومهمة. دكتورة صفاء، أنا كنت عايز أسأل سؤال. يعني هو الموضوع بتاع المدارس التكنولوجية ده بيخش تحت مظلة التعليم الفني، صح كده؟ ده حقيقي. إيه الفرق ما بين هذه المدارس وبين التعليم الفني؟ حقيقي. طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأنا ذكرت ده في الجلسة، هي من أهم تجارب وزارة التربية والتعليم، وهي فعلا دور التاج التعليم الفني. نقدر نقول إن هي تتويج للشراكة والرؤية والنموذج اللي احنا فعلا محتاجين نكتر منه، إن إزاي يكون في شراكة ما بين القطاع العام ممثل في وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص ممثل في شركات كبيرة جدا وهامة جدا. مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي جزء من التعليم الفني، ولكن هي بتمثل نسبة بسيطة 2.3% من إجمالي مدارس التعليم الفني. احنا بس محتاجين نزود أكتر من المكون ده، مكون المدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشتغل على باقي المدارس كمان. يعني أشتغل على مدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي ومختلف مدارس التعليم الفني، ان ازاي المدرسه تبدا تتحرك كوحدات انتاج. كل مدرسه في التعليم الفني فيها ورشه وفيها معدات، بس المعدات دي محتاجه اصلاح، محتاجه تطوير، محتاج ان انا اغير المناهج واخليها مواكبه اكتر للي بيحصل دلوقتي. كل ده محتاج شراكه اكتر من القطاع الخاص. ويمكن برضو على يعني ذكر مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، كانت احدى التوصيات في كلمتي ان احنا يكون في ضمن بروتوكول التعاون مع الشريك الصناعي في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه فكره ان انا الشريك الصناعي ده يعمل لي حمله توعيه. يعني لو انا عندي شركه اتصالات كبيره او شركه انشاءات كبيره وتملك مدرسه ولديها وتخلى مع وزاره التربيه والتعليم في بروتوكول، ليه ما يبقاش ضمن البروتوكول ده فكره الدعايه والتوعيه باهميه التعليم الفني؟ هي تروج تسوق بالظبط لفكره المدارس، تسوق ان انا دلوقتي في التعليم الفني يا جماعه. التعليم الفني دلوقتي فيه قسم ميكاترونكس، فيه قسم للبرمجه، فيه ذكاء اصطناعي، فيه شبكات واتصالات. لسه كنت عايز اقول لده وانا دكتوره، يعني ما عهدناه من المجالات اللي بتناقش او يعني المتاحه في النظام التعليم الفني، ما يحدث الان هي مجالات اخرى تماما، وهي لغه العصر. احنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على لغه البرمجيات، يعني بنتكلم على زي ما بيقولوا كده كريم دو لا كريم. ده حقيقي، ده حقيقي. وزي ما بقول لحضرتك هي تجربة ناجحة جدا جدا، ولكن احنا محتاجين بقى نتوسع فيها. هي حقيقي دي المدارس التكنولوجيا التطبيقية قفلت الدايرة، يعني ادت منهج مظبوط، اطار واضح للطالب بيشتغل فيه، واطار مرجعي بنرجع له ريفرنس كاب ماشي عليه الطالب، بلس ان هي وفرت له الوظيفة بعد كده ووفرت له المسار اللي هو هيكمل عليه. ولكن انا دلوقتي عندي بقى، احنا قلنا دي نسبه بسيطه جدا لا تتعدى 2.5%. طب باقي المدارس هبدا اتعالج معاها ازاي؟ ايه اللي اقدر اعمله عشان باقي، احنا يعني عدد طلاب التعليم الفني في مصر ما يقرب من 2,225,000 طالب، عدد كبير جدا جدا. فانا لازم يكون عندي مكمله في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، وعندي اطار تاني للاصلاح والتطوير في باقي مدارس التعليم الفني.